السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ لعلكم جميعا بخير والصحة وسعادة. كنت عايز اشارك معاكم حاجة مؤسفة حصلت معايا الاسبوع اللي فات، وما كانتش اول مرة للأسف الشديد. هي حصلت قبل كده كذا مرة، وهي ان شخص ما يسرق الأكل بتاعي من تلاجة الشغل. أنا لما بروح الشغل بسيب الأكل بتاعي في تلاجة معينة زي ما الزملاء بيعملوا، بس بيحصل أحيانا إن الأكل للأسف الشديد بيتسرق، وده شيء مخليني مستغرب، يعني لأن أمريكا لا تصنف على إنها دولة مجاعة أو دولة أزمة غذاء، ده التصنيف العالمي بتاعها هو اللي بيقول كده. ولكن للأسف الشديد طبعا فيها ناس فقراء، عشان بس نكون واضحين، أمريكا طبعا فيها فقر لا يقل عن 15%، بس مش موضوعنا الفقر، احنا بنتكلم عن أزمة الجوع تحديدا في أمريكا، وهي أزمة موجودة، وفي ناس فعلا بتضطر تسرق عشان تاكل، زي ما ممكن يحصل في جنوب السودان، وزي ما ممكن يحصل في ليبيريا، وزي ما ممكن يحصل في الكونغو. في أمريكا برضو لكم إخوة يحتاجون للمساعدة ويضطرهم الجوع للسرقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمال إيه اللي أنا مستغرب له؟ اللي مستغرب له يا جماعة إن دي بيئة عمل، يعني الناس اللي فيها ناس المفروض إن هم ناس محترمين، ناس بتشتغل، ناس يعني وسط محسوب على المجتمع الأمريكي إن هو وسط بحالة جيدة أو شبه جيدة. يعني هو ده السبب ان انا مستغرب، مش اللي انا سبب استغرابي ان انا اتسرقت في امريكا او ان انا اكلي اتسرق في امريكا. انا سبب استغرابي يا جماعة هو ان انا اكلي يتسرق في مكان شغل، الناس اللي فيه مفترض ان هم ناس كويسين. خلاف ذلك أنا لو أكلي اتسرق في أي مكان في أمريكا أنا مش هستغرب، يعني ده شيء مفروغ منه، ولكن لما بنتكلم عن بيئة عمل هو ده سبب استغرابي. وده يا جماعة خلاني النهاردة عايز أتكلم عن جزء مهم جدا من جودة الحياة. جودة الحياة أنتوا عارفين بتشمل أمن، بتشمل تأمين طبي، رعاية طبية، بتشمل طبعا جودة التعليم، بتشمل يعني المرور يكون كويس، نقاء الهواء والماء اللي هو الأداء البيئي للبلد، إلى آخره من جوانب أو من أجزاء جودة الحياة. وطبعا الأسعار مقارنة بالدخل دي برضو من أجزاء مهمة من جودة الحياة. بس أنا النهاردة هتكلم عن جزء مهم جدا جدا من جودة الحياة، وهو الأمن الغذائي. الأمن الغذائي مهم جدا لما بنتكلم عن جودة الحياة يا أخوانا، والأمن الغذائي ده بيشمل كذا حاجة. هو بيشمل طبعا التقييم العام للأمن الغذائي، وده بيشمل اندكس بتاع الافوردابيليتي، يعني الناس الأكل بالنسبة لها في البلد دي رخيص ولا غالي، هو ده الافوردابيليتي. في اندكس اسمه افيلابيليتي، هل الأكل متاح في الأسواق بكثرة ولا مش متاح. في اندكس، وده جزء من الامن الغذائي، هو الجودة الاكل وكونه قد ايه امن، يعني كواليتي اند سيفتي. الاكل ده هل بتاكله يعييك يسبب لك مشاكل صحية، ولا الاكل ده امن وذو جودة عالية
وهكذا يعني. طبعا في لحوم بيبقى فيها طبعا هرمونات انتيبيوتكس، مشاكل زي دي تأثر على صحة الإنسان ممكن على المدى الطويل، وفي أكل بيكون صحي جدا جدا وإن كان هتلاقيه أغلى. خلينا في التقييم العام للأمن الغذائي، الإندكس اللي هو بتاع الأمن الغذائي ككل. طبعا بعد كده نبقى نتكلم بعدين عن الأفوردابيليتي، رخص الأكل، والأفيلابيليتي، الأكل متاح قد إيه، والكواليتي أند سيفتي، ده إندكس لوحده، بس التلاتة يقعوا تحت مظلة التقييم العام للأمن الغذائي. الأمن الغذائي أكتر 9 دول في العالم فيها أمن غذائي جيد، مين هم؟ رقم 1 أيرلندا في أوروبا، رقم 2 النمسا برضو في أوروبا، رقم 3 المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا، رقم 4 فنلندا، رقم 5 سويسرا، رقم 6 هولندا، رقم 7 كندا، رقم 8 اليابان، ورقم 9 فرنسا وأمريكا. الاتنين حصلوا على نفس الدرجة لأنهم حصلوا على نفس المجموع أو نفس السكور، فرقم 9 فرنسا وأمريكا كانوا متعادلين في المركز التاسع للأمن الغذائي. طبعا أناشد جميع الدول العالم بالاهتمام بالأمن الغذائي لشعوبها دون أن يكون ذلك على حساب الشعوب الأخرى بالطبع، ويا رب الأمن الغذائي يعم العالم وما يبقاش في مجاعات، اللهم آمين، ويا رب ما يبقاش في سوء تغذية في العالم، اللهم آمين يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويا رب اهدي الناس الحرامية سواء اللي بيسرقوا الأكل أو اللي بيسرقوا أي حاجة تانية. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.